والي العاصمة عبد الخالق سيودة بزيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع الشباب والرياضة من مسابح وقاعات متعددة الرياضات بالعاصمة، عين وقف على مدى تقدم مدة الإنجاز بها، حيث أكد أنها مشاريع مهمة خصصت لها ميزانية 1000 مليار سنتيم. التغطية لهاجر بوعلي. أكثر من 1000 مليار سنتيم خصصت في ميزانية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية من أجل تسجيل مشاريع عديدة تتمثل في مسابح شبه أولمبية، قاعات رياضة متعددة الرياضات، فيه لي زوبيرج دو جان، فيه ملاعب رياضية متعددة، فيه مشاريع جوارية خاصة الملاعب الرياضية الجوارية والملاعب البلدية.